تكنو 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 والجديد في عالم التقنية. جديد سامسونج جالكسي اس 6 بشاشة منحنية من الجانبين. كشف تقرير إخباري عن بعض المعلومات حول الطراز الجديد من سلسلة هواتف سامسونج الذكية جالكسي اس، وهو الهاتف المنتظر تسميته جالكسي اس 6. وزعم التقرير الذي جاء على لسان مصدر مطلع بموقع HD بلوج الإيطالي أن الهاتف جالكسي S6 سيضم لأول مرة بين هواتف سامسونج شاشة منحنية على كلا جانبيه الأيمن والأيسر. وكانت سامسونج قد كشفت لأول مرة عن تقنية الشاشة المنحنية في هواتفها الذكية بالهاتف اللوحي جالكسي نوت إيدج، والذي يضم شاشة منحنية على جانب واحد فقط. وأضاف التقرير أن سامسونج تعتزم كذلك تصنيع هاتفها الذكي الجديد في سلسلة جالكسي أس من الألمنيوم بالكامل، على عكس الإصدارات السابقة التي استخدمت فيها البلاستيك. كما أكدت المصادر أن الشركة قررت إلغاء خطة اقتضت بالكشف عن جالكسي S6 في يناير بمعرض CES 2015 التقني بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، حيث تنوي الكشف عن الهاتف الذكي الجديد خلال الربع الثاني من العام المقبل. وتريد سامسونج إعادة جذب أنظار المستهلكين إلى هواتف سلسلة جالكسي أس بعد أن شهد آخر إصداراتها في السلسلة، وهو الهاتف جالكسي أس 5، مبيعات أقل من المتوقعة بنسبة بلغت 40%. هذا وأشار التقرير إلى أن الشركة ستطرح الهاتف الذكي الجديد في نسختين كلاهما من المعدن. يذكر أن سامسونج كانت قد تخلت عن استخدام المواد البلاستيكية كمواد أساسية في صناعة هواتفها الذكية لأول مرة هذا العام عند الكشف عن مجموعة من هواتف سلسلتها الجديدة جالكسي A التي امتازت بهيكل معدني كامل. صباحاتكم خير، ما زالت عندنا مجموعة من العناوين في تكنو. هل التكنولوجيا التي ترتدى تجعلنا أكثر ذكاءً؟ هذه من عناويننا في تكنو، لكن بعد الفاصل الإعلاني.